أيها الحبل الكريم، متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، أينما كنتم، شوط آخر ينطلق بفئة الأبكار الإذاعة المهجنات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ، ومن يرقب أيضا من أبناء الشعب يحق له المشاركة في هذه الأشواط. نرحب بهذا الشوط، ونرحب أيضا بمن رحب بالمركز الأول الشاهنية لاسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة علي بن راشد بن غدير، من يسجل الشاهنية في أول المراكز. إذا انتقلنا إلى المركز الثاني نلقى متعب اسمه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة سهيل بن مبارك بن مرخان. المركز الثالث الشاهنية اسمه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن ضعيف بن غدير مع الشاهنية في حلها أو ترحالها في هذا المنوال الصباحي. النقلة التالية على المركز الرابع محمد مطر بن دحروي العامري غادم أيضا بهجمة هجمة قوية. الشوط في إثارة، الشوط بدأ بالحرارة، الشوط بدأ بالتحدي، الشوط بدأ يأخذ أيضا السرعة القصوى في هذه الجولة. نحن نتابع لنراقب أيضا من تسلط على المركز الأول الشاهنية اسمه الشيخ مايد بن محمد بن راشد آل مكتوم نابت بن سلطان بن رشيد، ولكن هنا الشاهنية لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن ضعيف أيضا على التضمير من الجانب الآخر. مطيلة الها وزن، الها شعار، الها كلام، الها مؤلها. هناك أيضا الوصول من قبل جنون عبد الله بن محمد بن دحروي العامري. حرك بن دحروي يبو، عدل 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 عدل، هذا المطلوب، هذا المطلوب يا بن دحروي، هذه المطلوبة، هذه الرسمية، هذه الرسمية. يا سلام يا سلام، تجاوزت سبوق تكره اللمة ومرشح الشوط ما يثني عزايمها، ما غير شوط التحدي بن دحروي اللي يهمه. سلام مرغم سلام أقول واختمها، سلام مرغم سلام أقول واختمها، سلام لبن دحروي، سلام سلام لبن دحروي، سلام. نهني بن دحروي المركز الثاني اسمه الشيخ حمدان محمد، الثالث اسمه الشيخ حمدان محمد، الرابع اسمه الشيخ مكتوم بن محمد، الخامس اسمه الشيخ مايد بن محمد، والسادس اسمه الشيخ حمدان بن راشد، السابع والثامن والتاسع والعاشر عند اللجنة. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعين.